هاي، اليوم رح بنحضر لكم شوربة القرد الشوكي لنكون غيرنا شوي عن الشوربات التقليدية بشهر رمضان. نحن بحاجة لعشرة قلب القرد الشوكي، بنسقط القرد الشوكي بالمي المغلية مع مرقة اللحمة. من بعد ما القرد الشوكي غليو رح نضيف عليهم الملح، بهار أبيض وهال ناعم، ورح نضيف كمان حامض. لنحضر الصلصة البيضاء نحن بحاجة لملعقة صغيرة من الزيت، ملعقة طحين كبيرة، رشة بهار وملح، كوب من الحليب الخالي من الدسم. نمزجهم كلياتهم مع بعضهم. هلا رح نزيد عليهم الصلصة البيضاء الخفيفة ونرجع نخلطهم.